ففي المؤتمر ده ناقشنا مجموعة من القضايا اللي بتساهم في بناء الدولة السودانية الديمقراطية، وحاولنا كمان إنه نحن نبحث عن الآليات المشتركة بيناتنا كمجتمع بورسودان أو كمجتمع مختلف موجود في السودان لبناء الدولة الديمقراطية اللي بنحلم بها. بمنهج البحث عن المستقبل تناقش المؤتمرون جميعا بعصف ذهني لمدة 3 أيام بغرض الوصول إلى قضايا القضايا التي تهم المجتمع المدني في ولاية البحر الأحمر. نجاح هذا المؤتمر يكمن في أنه اتخاذ أسلوب جديد ومنهج جديد، اللي هو المنهج المستقبلي لتناول قضايا السودان، القضايا التي قعدت بالسودان وترته في أزمات ما عندها أي نهاية. منهج جديد بتونا هنا تشاور، وقدام كل ما تأتوا من كل أطيافه قبائل ونقابات وبرضو مسلمين ومسيحيين وكل الأقدام. مؤتمر منظم من قبل المجتمع المدني في ولاية البحر الأحمر وجامع لجميع أطياف المجتمع المدني في الولاية تحت البحر الأحمر، والفكرة منه أنه يدي فرصة للمجتمع المدني يصطف بصورة زي ما بقولوا عشان يلعب دور فعال في التحول الديمقراطي في الفترة الانتقالية وما بعدها. نعمل دستور دائم ونمشي قدام نيات مما دو صورة ديسمبر ايتاني ودي قال افهم باك اجتون اهين واري افهم اهين، لكن نهنا هدفنا كله انو برنامج انبرو سورسيتو ونيات هوي نياية بديد وشهداء هوي اياب نباري وبرنامج انبرو مريك الله ونون هرينيها. كلنا مساوين هنا وكلنا أوروت من أوروت الحيسي ألبو، ومثل النمبر حدينا نقبي يجب أنه كلينا قال حدنا احترم وحدنا قدر وبحدنا اعترف، ودام كله اعترف أبا ودام كله مبسوط فقرة من نقاعات، وحنا ما شاركنا ونفرم السلام عنا بشخصياتنا همتاونا، لكن في النهاية عدنا ممثل. في نهاية المؤتمر كان في تجاوب كبير جدا مع السؤال المطروح ثم ماذا بعد، اللي هو كيف نستطيع أن نوظف هذه المخرجات ونستفيد منها في أنه نبلور دور فعال للمجتمع المدني في ولاية البحر الأحمر في الفترة الانتقالية وما بعدها. فسعينا أنه نحاول بمنهجيات حديثة نخلق مساحات للحوار والتفاعل بين مكونات المجتمع المدني المختلفة عشان تحاول تسترد دورها في الصدارة وفي المقدمة وتدفع بالتحول الديمقراطي، وما بس على مستوى الفترة الانتقالية لكن برضو على المدى الأطول المستقبل.